تداعيات سلبية خلفتها التجاذبات السياسية التي تمر بها البلاد، أبرزها التراجع المستمر في مستوى المعيشة، حيث بات التصاعد المستمر لأسعار السلع والخدمات الهاجس الأكبر الذي يؤرق الكثيرين، خاصة من الشرائح الضعيفة التي سحقتها أمواج الغلاء الساحقة والتي ضعفتها أزمة عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية. في ليبيا غلاء فاحش وأزمة مستفحلة تزداد سوءا عاما بعد عام، حتى إن كل محاولات السيطرة لم تجد نفعا، وكانت خطوات الإصلاح أشبه بالمسكنات. المواطن اليوم صار بين مطرقة الصراع السياسي وسندان غلاء الأسعار، ذلك أن حتمية أي صراع وأي اضطراب في أي دولة يقود إلى مشهد واحد، وهو بؤس المواطن. في حلقة اليوم سنحاول فهم طبيعة العلاقة بين الصراع السياسي من جهة وحياة المواطنين من جهة ثانية، وسنسأل عن إمكانية تحييد أساسيات المواطنين وضمان ألا تتأثر بأي خلاف ينجم بين الطبقة السياسية الحاضرة في المشهد والممثلة لسياسة الأمر الواقع. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سننطلق في نقاشنا الذي نهدف أن يكون موضوعيا وعميقا في حلقة اليوم من السؤال التالي: كيف انعكس الصراع في ليبيا بأشكاله المتعددة السياسي والأمني العسكري على حياة المواطنين، وكيف بالإمكان إبعاد المواطن الواقع بين فكي كماشة؟ أنا في حلقة اليوم سنحاول فهم هذه العلاقة بين الاضطرابات التي تحصل في ليبيا من جهة وتمثلاتها وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على حياة المواطنين، وسنسأل أيضا سؤالا نعتقد أنه سؤال جوهري ومهم: هل بالإمكان تحييد المواطن عن هذا الصراع؟ هل بالإمكان أن نخلق حالة معينة تجعل المواطن لا يتأثر إطلاقا، أساسياته لا تتأثر، معيشته لا تتأثر بكل هذا الصراع الحاصل في المشهد السياسي أو في الدائرة السياسية؟ سنتحصل على إجابات، سنحاول أن ننتقل بخفة ورشاقة في نقاش اليوم مشاهدينا الكرام من المسار السياسي إلى المسار الاقتصادي، ونحن نعلم أن الأمور متشابكة ومتداخلة كثيرا. ساعة لمحاولة الفهم مشاهدينا الكرام، لكن قبل أن نخوض في النقاش نتابع هذا التقرير. استقرار تتطلع إليه ليبيا وتطورات محلية ودولية تزج بالبلاد في أتون معارك تجعل العيش الكريم على أعتاب مخلفات أزمات متوالية وانتخابات مستحقة لا ترى النور حلما بعيد المنال. قفزة في الأسعار تشهدها الأسواق الليبية، وتتضاعف بفعلها معاناة المواطن الذين يترقبون الحلول، فالحرب الأوكرانية الروسية ألقت بظلالها على السلع الرئيسية يتقدمها دقيق المخابز التي أعياها البحث عن بديل للقمح المستورد سابقا من البلدين المتناحرين في ظل تراجع ملموس في الإمدادات العالمية. تضخم ملموس وغلاء بات يؤرق المواطنين في وقت تتصاعد فيه شكواهم الناجمة عن عدم المقدرة على توفير الاحتياجات الأساسية التي تتزايد أسعارها، بالرغم من تأكيد مصادر رسمية في وزارة الاقتصاد على وفرة السلع، وهو ما يوجه أصابع الاتهام لمحتكري السلع من التجار ويستوجب بالضرورة التدخل الرسمي من الأطراف ذات الصلة والعلاقة. الأزمة يتنبأ بعض المراقبين بتصاعدها في وقت ينشغل فيه الساسة الليبيون بالصراع الذي اشتعلت شرارته في فبراير المنصرم بين حكومتين لا تقر إحداهما بشرعية الأخرى ولا ترى فيها سبيلا للخلاص. انتخابات متعثرة يترقب الليبيون في مختلف أنحاء البلاد وعلى اختلاف توجهاتهم ورؤاهم، كل تطور يتصل بها لحظة بلحظة،
وهم يدركون أنها مفتاحهم لحل الأزمات وبوابتهم لاستقرار طال انتظاره. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ضيوف كثر سيكونون معنا في هذه الساعة الحوارية من لايف عبر شاشة 218 نيوز، من العاصمة طرابلس الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، من البيضة طارق محمود المهتم بالشأن السياسي، من مدينة بنغازي سيكون معنا الناشط السياسي السيد جمال الفلاح، وأيضا عبر الهاتف خلال فترات هذه الحلقة سيكون معنا الناشط السياسي كذلك عبد المنعم الجرائي من مدينة البيضة. كما قلت لكم في إطار هذا الحوار السياسي الاقتصادي لمحاولة الإجابة عن السؤال الأبرز، كيف انعكس الصراع في ليبيا على حياة المواطنين؟ وهذا هو السؤال الذي أحيله إلى طارق في مدينة البيضة. طارق مرحبا، نورتنا اليوم في لايف. كيف انعكس الصراع السياسي الذي تشهده ليبيا منذ عقد من الزمن على حياة المواطنين؟ مساك طيب أخوي طه، مرحبا سيدي، لك وتحياتي للكادر الفني وكادر الإعداد في قناة 218. موضوع طبعا مهم أخوي طه. أنا طبعا نبي نشدد على شيء مهم جدا قبل ما ندخل في 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 محاور الحلقة، هو نعرف جميعا أن الصراع على السلطة أدى إلى عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور بالأحرى تحسن فيه المشاكل القانونية والمشاكل الاقتصادية. نحن الآن أمام مشكلة سياسية أدت إلى مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، جميع مناحي الحياة في الدولة الليبية الآن فيها مشاكل وفيها أزمات. على ذكر الأزمة الاقتصادية وما هو مستهدف به المواطن أو يتعرض لها المواطن، نعرف جميعاً أن التأثيرات السياسية اللي أبرزها الصراع على السلطة، عدم وجود جسم أجسام موحدة، عدم وجود مؤسسة مالية يتم فيها حسم السياسات النقدية، انعكست بالسلب على ما هو في اتجاه مباشر على المواطن، ما هو يستهدف به المواطن. نعرف أن تأخر الرواتب، النقص في السيولة، إغلاق المقاصة بين المنطقة الشرقية وبين المنطقة الغربية، هذه كل نتيجة الأزمة السياسية الآن اللي حاصلة. ايضا اغلاق الـ نعرف ان في مشكله كبيره، ممكن المواطن في المنطقه الغربيه من الصعب انه يستثمر في المنطقه الشرقيه، المواطن في المنطقه الشرقيه نفس المشكله في المنطقه الغربيه والجنوبيه. عدم وجود اجسام امنيه قويه مثل الحرس البلدي عند مأموريه الضبط القضائي، وعدم وجود جهه تنفيذيه تساعد الحرس البلدي في تنفيذ الاجراءات في ظل التشتت، في ظل التخبط، في ظل ازدواجيه المناصب، هذه كلها اشياء ادت الى التاثير، يعني اثرت بشكل مباشر على المواطن الليبي. ايضا يعني نحن نعرف ان ليبيا شبه مقفله على الاستثمارات، يعني هذه كل الاشياء اثرت في الحياه الاقتصاديه بشكل عام، وهي طبعا نتيجه عدم الاستقرار السياسي اللي موجود الان. الان عندنا مشكله اقفال خطوط الطيران بين الشرق وبين الغرب، اكيد حيكون لها انعكاس كبير جدا. مشكله اوكرانيا الان، الحرب في 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 بين روسيا واوكرانيا هي مشكله بعيده ولكن فيها تاثيرات. نعرف ان في تجار الان يتشققوا بمشكله الدقيق اللي يجينا من روسيا واوكرانيا وما الى ذلك. وللعلم خوي طه، اي سلعه اساسيه يتم العبث فيها او يتم رفع السعر فيها وكذا تعود بالتاثير العكسي على باقي السلع الاساسيه الاخرى. للاسف الشديد الان نحن عندنا صندوق موازنه الاسعار مغيب عن الساحه، ادى الى القفزه الرهيبه يعني الكبيره جدا دون حتى يتم حسمه من الدوله في السلع الاساسيه، في الدقيق، في الزيت، في السكر وما الى ذلك. ونحن الان مقبلين على شهر رمضان المبارك وعندنا تخبط كبير جدا. دعنا نستمع الى راي السيد وحيد الجبو الخبير الاقتصادي، هو الان جاهز معنا من العاصمه طرابلس. لماذا صارت حياه المواطنين صعبه سيد وحيد؟ نتحدث اقتصاديا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحياة صعبة هذه لما ما صارتش اليوم، يعني هذه لها سنوات طويلة يعني، وهذه نتائجها يعني سنوات طويلة من الاستبداد، وسنوات طويلة من الفساد المالي والإداري، وسنوات طويلة من سوء الإدارة، سنوات طويلة من الحكم الفرد. هذا طبعا كلها هذه هي نتائج يعني خيبات أمل وفشل في إدارة الدولة، إدارة
نتيجة أن كل أو مع غالبية هي تتصارع من شخصية من أجل السلطة من أجل المال، ولا أحد يعني يغني على الإله. فكر في هذه البلاد يعني للأسف يعني هناك قد سجل أن أصبحت شبه منعدمة يعني. طيب. لو الآن نحن سنعيد الاتصال بسيد وحيد الجبو حتى نتحصل على صوت أوضح من العاصمة طرابلس، وننوه إلى أننا بصدد الحديث عن أمرين في غاية الأهمية مشاهدينا الكرام، البعد السياسي وأيضا البعد الاقتصادي، وسنحاول يعني نعمل عملية ربط ما بين المسارين. وداخل المسار السياسي هناك مسار أيضا هو المسار الأمني أو حالة الاضطرابات الأمنية أو وجود التشكيلات المسلحة أو وجود السلاح الذي أسهم بصورة واضحة في هذه الحالة الفوضوية. أين هو من هذا الوضع الذي يمر به المواطن في ليبيا؟ وهذا هو السؤال الذي أحيله إلى طارق في مدينة البيضاء. طارق، هل يجوز لنا أن نقول أن المسار السياسي هو مسار مستقل بذاته، وأن المشكل الليبي هو مشكل سياسي بحت بالدرجة الأولى والأساسية، فانعكس سلبا على الوضع الاقتصادي فبالتالي على حياة المواطنين، أم أن أيضا المشكل السياسي ما هو في عمقه سوى انعكاس لمشكل ثاني أعمق وهو مشكل أمني في ليبيا؟ نعم، خوي طه، يعني الأزمة السياسية دائما فيها تأثيرات كبيرة جدا على المناحي الاقتصادية الاجتماعية، يعني عكس ما لو كان في مشكلة اجتماعية قد يصعب أن تأثر في الجانب السياسي، لكن المشكلة السياسية عادة تأثيرها شامل وكبير جدا. بداية الحلقة طه أنت سألت سؤال مهم جدا، يعني هل بالإمكان أن نحن نفصل المواطن عن الأزمات السياسية أو الارتدادات السلبية الانعكاسات السلبية الموجودة الآن؟ الجواب لا، بل يكاد يكون مستحيل. طيب، احنا فقدنا الاتصال. السيد وحيد الجبو موجود معنا الآن من العاصمة طرابلس، كان يتحدث في جزئية مهمة جدا وهي حياة المواطنين التي صارت صعبة، وكان يتحدث عن سردية تاريخية. إليك الكلمة سيد وحيد، تفضل. طيب، الاتصال ليس جاهزا مع السيد وحيد الجبو. إلى مدينة بنغازي، إلى مدينة بنغازي مع الناشط السياسي الباحث والمحلل السياسي جمال الفلاح لمحاولة الإجابة عن الاستفسارات المهمة جدا. جمال، مرحبا. أنت كنا نتمنى تكون معنا من أول الحلقة، احنا سبقناك في النقاش، ولكن لا بأس من الحديث عن النقاط الأولية الأساسية حتى نتقدم بشكل سلس في هذه الحلقة. مرحبا جمال، منور. والحديث اليوم عن حياة المواطنين التي صارت أصعب من ذي قبل، كيف انعكس الصراع في ليبيا بكافة أوجهه السياسية العسكرية الأمنية على حياة المواطنين؟ لماذا حياة المواطنين في ليبيا صارت أكثر صعوبة، صارت أكثر تعقيدا من ذي قبل؟ مساءك طيب سيد طه، تحية طيبة لضيوفك الكرام ومتابعين قناة 218. هو فعلا للأسف يعني من يحصد أو من يدفع في الثمن هو المواطن الليبي. المواطن الليبي اليوم يعاني بصراحة، سواء من غلاء الأسعار كذلك من نقص السيولة، سوء معيشة يعني يعيش فيها المواطن الليبي. نتيجة هو فعلا نتيجة الصراعات السياسية سيد طه، والفساد السياسي دائما هو يصنف بأنه هو الأب الروحي للفساد. لذلك إذا كانت لديك سلطة سياسية فاسدة، بكل تأكيد جميع المؤسسات وكذلك جميع المناحي بتكون جميعها فاسدة. للأسف الصراع السياسي سيد طه أثر حتى على الوضع الصحي سواء من ناحية المستشفيات العامة الموجودة داخل ليبيا، وكذلك حتى من معاناة المرضى في خارج ليبيا يعانون بصراحة من قلة اهتمام والعلاج وكذلك عدم الإمكانيات. لذلك كله يعني يصب في من ناحية أو يصب كله في مسار الفساد السياسي. كذلك احنا لا ننسى سيد طه، حتى منذ 2014 منذ الانقسام السياسي الحاد ومنذ ذلك الصراع على السلطة،
حصل المواطن فعلا نتيجة ثمن هذا الصراع. أنا أتذكر في السابق عندما يعني تم في السابق إنشاء الحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبد الله الثني، وكانت هناك تحويل أموال من حكومة الوفاق من السيد فايز السراج إلى مدينة بنغازي والمدن الشرق، وكان يعني الجزء الكبير مخصص منها للمستشفيات لرفع معاناة المواطنين الذين يئنوا في المستشفيات. لذا منحها حتى السيد عبد الله الثني واصدر اوامر بان سيتم القبض على كل من يتلقى هذه الاموال، هي اموال الشعب وهي ماشيه الى خدمات الشعب. لذلك هذه التجاذبات السياسيه وتلك الصراعات ما بين هذه الاطراف هو فعلا من يدفع في الاثمان المواطن الليبي. اليوم نفس الشيء سيد طه، اليوم نعيش في حاله من الصراع الحاد، اليوم نعيش في 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 حاله متكرره من سيناريو 2014، ومن يدفع الثمن هو المواطن الليبي. اليوم تم اغلاق المطارات على المواطن الليبي، اليوم تم منع السيولة لنتيجة هذه المطارات هي مغلقة على المنطقة الشرقية، كذلك مسألة المقاصة وغيرها من الأمور فعلا التي تمس حياة المواطن. اليوم المواطن يحتاج خدمات بعيدا عن تلك التجاذبات، وفي قرارة نفسه المواطن الليبي يقول له اذهبوا جميعكم إلى الجحيم، ولكن جيد. نحن نريد خدمات. لا يعنيه المواطن الليبي من هو في السلطة، ولا يعنيه هذا الصراع ما بين هذه الأطراف، ولكن يعنيه المواطن الليبي تلك جيد. الخدمات التي فعلا يحسن بها وضع المعيشي. لذلك سيد طه نقطة مهمة جدا إذا كنت تسمعني، وهي إيه؟ للأسف نتيجة هذا 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 الفساد ونتيجة هذا التضخم ونتيجة هذه الغلاف طيب. الأسعار، شنو نتوقع من أن السلطة السياسية أو بمعنى المسؤول الليبي أو الوزير الليبي أصبح هو نفسه التاجر؟ لذلك نتوقع بأن تخلق أزمات للمواطن الليبي. جيد سيد وحيد الجبو، نريد منك تشخيصا للحالة من زاوية اقتصادية. احنا كنا نستمع إليك ولكن فقدنا الاتصال، الآن أمننا الاتصال، تفضل واعذرنا. يعني أنا كنت نحب نشير على أن هذا الشيء ليس بجديد، هناك سنوات ماضية عشاف 5 سنوات بعهد حكومة ما يسمى الوفاق الوطني، ورينا بأزمات كثيرة وما قبلها في حكومة تسمى مؤقتة تسمى الانتقالية، كانت حكومات أداها ضعيف، الفساد عليها يعنيها في يوم من الأيام المؤقتة. كان ما يعني هذه الحكومة المجالس النيابية سواء مؤتمر وطن نواب أو دولة كلها كانوا يعني الصراع على السلطة والمال، أما راحة المواطن وتقديم الخدمات له فهذه آخر حاجة يفكروا فيها، وهذا شيء ما هو جديد. فاليوم الأزمة اللي هي أزمة الأسعار وأزمة الوقود وأزمة الطيران وإلى آخره، هذه نتيجة لمرور عشرات من السنوات من حكم الاستبداد، الحكم والديكتاتورية، عشرات السنوات من الأنانية، من البحث عن مصالح الشخصية، من يعني عدم حق المواطن حتى يعني احترام أدبيته. يعني هذا شيء ليس جديد، الاختراقات والانتهاكات في ليبيا سواء كانت فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو حقوق المستهلك، هذا شيء ما هو جديد. يعني طيب الآن أين إيه جيد جدا. نعم هذا نعم إيه كلام في غاية الأهمية من السيد وحيد الجبور. نعم أنا الآن إيه حقوق المستهلك بس لو تسمح لي حنرجع لك، نروح لمدينة البيضاء مع السيد طارق محمود المهتم بالشأن السياسي. طالما إحنا جميعنا نذهب في اتجاه واحد، وهو أنه هناك مشكل، وأنه هذا المشكل أكبر المتضررين والمتأثرين به سلبا هو المواطن الليبي، إذن هناك علاقة عضوية، هناك ارتباط عضوي طارق بين ما يحصل في المشهد السياسي والاضطرابات وحياة المواطنين بشكل مباشر. أين المواطن الليبي من التغيير؟ لماذا المواطن الليبي لا يتحرك بالصورة التي تسمح له بأن يغير هذا الواقع البائس؟ هو انا قبل ما يقطع الاتصال اخوي طه في جزئيه اللي بنحكي فيها اللي هو هل بس غير جاوبني على سؤالي، جاوبني على سؤالي هذا قبل ما يضيع. بس طبعا انا بقول لك شيء من 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 يعني من الصعب انك انت تفصل يعني المواطن الان مشاكل المواطن عن المشاكل السياسيه. ليش اخوي طه المواطن ليش ما يخرج، ليش ما يطلعش ينتفض ضد الازمات؟ أثبتت التجارب أن ما فيش عهد من الصعب، بل من المستحيل أن يكون في عهد أفضل من عهد. الآن المواطن دفع بعد 17 فبراير ضريبة كبيرة جدا، والآن المواطن عنده تخوف من أنه يخرج، فبالتالي تكون الضريبة مش حتكون فيها حتنهي حتنصف ما هو متبقي الآن. هذا شيء يعني نحن في نهاية المطاف الليبيين عفويين، ناس طيبين، مجتمع محافظ،
يتأثر بأبسط الأمور. وبدليل أنا بنذكر جزئية مهمة جدا، المبادرة الفردية. مقصود بالمبادرة الفردية اللي يخرج بها مثلا السيد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية أو أي شخص آخر عندما تعلن مثلا، نحن نحكي عن مشاكل اللي تمس المواطن، يعني أشياء تمس المواطن، لما تعلن مثلا على منحة أرباب الأسر وتقول أني أنا نبي نعطي 9 شهور لقدام، باهي هل أنت حسبت أن مثل هذا الخبر عنده تأثير معنوي وبالتالي حيأثر على السياسة النقدية في المجمع والعلاقة ما بين التاجر وما بين المواطن؟ الآن نشوف في غلاء كبير جدا الآن في المواد الأساسية، ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك، بالإضافة للمشاكل السياسية اللي أدت إلى وجود مشاكل في التواصل بين الشرق والغرب وانقطاع الاتصال والخطوط الطيران ومشكلة المقاسة. الآن فيه الأخبار اللي يقول لك إن نحن والله نبغى نفرج على منحة أرباب الأسر مدة مثلا ثلاث أشهر. نعم طيب. نعم طه. إيه ابقى معي طارق، لأني أنا أريد أن أثير السؤال الذي نراه مهما، وهو بما أن المواطن متضرر من هذه الحالة، أين هو من التغيير؟ إليك السؤال جمال. نعم سيد طه، هو فعلا حتى أنا أستغرب من المواطن الليبي اليوم يعيش أسوأ الظروف. خلينا نحن نتحدث بكل صراحة يا سيد طه، إذا كان المواطن الليبي خرج في 2011 وأسقط نظام معمر القذافي بسبب الوضع المعيشي على وصفه انه سيء، لذلك اليوم نحن نعيش في أسوأ وأسوأ بكثير مما كنا عليه قبل 2011. لذلك اين المواطن الليبي اذا كان اليوم يعني اصبح الموضوع يعني يمس قوت المواطن ويمس حاجته اليوميه؟ لذلك انت فعلا يخرج المواطن اليوم ويطالب بازاله كل هذه الطبقه السياسيه الفاسده، على فكره انا اسميها طبقه سياسيه حاكمه فاسده، لان هذه الطبقه هي لديها ما لديها من الأموال ولديها كذلك من المشروعات ولديها من الصفقات والبزنس، وبالدليل بأن هؤلاء فعلا الوزراء أو من هم في السلطة التشريعية لديهم حتى شركات ولديهم حتى اعتمادات سيطاها. بالتأكيد أن هؤلاء لن يرضوا فعلا بأن يستقر المواطن الليبي أو تستقر المعيشة لدى المواطن الليبي، لأنهم هم فعلا أثبتوا لنا أنهم هم طبقة سياسية حاكمة فاسدة، وأنهم هم فعلا تجار أزمات، هم يعيشون فعلا على هذه الأزمات ويعيشون على معاناة وتألم الشعب الليبي. لذلك الشعب الليبي يفترض عليه بصراحة يعني بعد يعني ارتفاع نسب الأسعار اليوم يعني بشكل رهيب جدا، أين المواطن الليبي اليوم؟ حتى رغيف الخبز دائما الشعوب يا سيد طه، هذه الشعوب التي تفكر في قوت يومها، هذه الشعوب دائما الذي يعني تفكر بأن تأكل وتشرب فقط دائما، حتى وإن مس الموضوع رغيف الخبز تخرج اليوم. يعني للأسف يعني هل تفكير المواطن اليوم بش يأكل ويشرب فقط؟ لذلك اليوم الموضوع جاي. فعلا الموضوع طال رغيف الخبز، اليوم المواطن يبحث على رغيف خبز، اليوم المواطن يعني اصبح يعني يتالم من واضح من جدا ارتفاع حتى رغيف الخبز يا سيد طه. ولكن طيب سيد وحيد، سيد وحيد في طرابلس، الى اي مدى الخطوات التي كانت تسمى بالاصلاحيه بين مزدوجين كانت فعاله في السنوات الماضيه لاصلاح العطب والثقوب في المسار الاقتصادي واصلاح حياه المواطنين؟ هي الخطوات لم تكن فعالة الحقيقة. يعني كانت عندي فكرة كنت متواصل بها، لكن حضرتك سيد طه قطعتني وبالتالي الفكرة انقطعت وما قدرتش نتواصل بها. أنا كنت نبي نأكد أول فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، طبعا هي كانت إصلاحات ولكنها حبر على الورق ولم تنفذ بشكل كامل، لأن سوء الإدارة وفساد الإدارة الليبية وتعنت الإدارة هو الذي أدى لهذا. ثم أن هناك يعني ربما بعض المسؤولين في الحكومات السابقة ولا غيرها هم أصلا ضد الإصلاحات ولا تتمشى مع أهدافهم. وأحب أن أشير إلى أن حتى الحكومات كلها يعني في خلال 11 السنة اللي فاتت وحتى اللي قبلها من 40 سنة الحقيقة يعني لم تعمل العمل الذي يجب أن يكون، وهناك طبعا قصور كبير جدا. ولأن المبدأ هو ليست خدمة الوطن، المبدأ هو مصالحي الشخصية وشينيني يجيني في جيبي، ولهذا السبب أي عمل يهم هذا هو في مصلحة الوطن ممكن أن يعرقل من جانب أدوات كثيرة موجودة في الإدارة وهي نافذة ولديها كلمة. الحقيقة أن حتى المصلحين اللي هم الآن قاعدين يحاولوا أنهم هم يعني في جو صعب وعايشين ضغوط معينة، لأن القوة المضادة لا ننكر وجودها، القوة المضادة التي تريد لليبيا أن تستمر في هذه الفوضى موجودة.
موجودة في كل مكان، في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، وربما فعاليتها أكثر من 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 الشعب الذي يريد قيام الدولة. أما فيما يتعلق بالسلبية، السلبية موجودة بالفعل. يعني حضرت طبعا الأستاذ اللي تكلم قبلي، أنا نأيد كلامه وكلامه صحيح. هم تحركوا في 2011، لكن بعد كم؟ بعد 40 عام من الظلم والقهر. وتو ربما نخشى أن ننتظر الليبيين 40 عام باش يقوموا بثورة ضد هذا الفساد وضد هذا الظلم الموجود في 10 سنوات الأخيرة. يعني الحقيقة أصبح الأمر لا يمكن السكوت عليه. المصالح الشخصية سيطرت على كل شيء. الإصلاحات الاقتصادية هي عبارة عن در الرماد في العيون. هناك بعض الشعارات رفعت هي كلمة حق يراد بها باطل. الآن أصبحت الأمور واضحة، لكن من يدفع الثمن؟ طبعا يدفع الثمن السلبي، المواطن هو سلبي. الآن طبعا تنتهك حقوقه، ليس لديه لا حقوق إنسان ولا حقوق مستهلك. يعني كيف وأيضا حتى بالنسبة لعملية الإصلاحات هي طبعا خاطئة. نحن يعني أنا كاقتصادي نراها خاطئة، خاصة فيما يتعلق بموضوع زيادة المرتبات. زيادة المرتبات لن تحل المشكلة، لأن بتدخلنا في قصة زيد دقيق زيد المية زيد. يا أخي الحل هو الرفع من القيمة الشرائية للدينار الليبي. السياسة النقدية يجب أن تكون صحيحة. كيف يمكن الوصول إلى هذه النقطة؟ كيف يمكن الوصول إلى هذه النقطة؟ ولماذا؟ والسؤال المهم، اسمح لي سيد وحيد، وإذا كانت المسألة بهذا الوضوح، لماذا لم يتم تطبيق هذا الأمر الذي يطالب به كل الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية؟ كل المنظرين بلا استثناء يقول لك ما تعطينيش فلوس أكثر، ولكن أعطي قيمة شرائية للدينار الليبي. نعم، هذا طبعا السؤال لا أسأل عليه، هذا يسأل عليه مصرف ليبيا المركزي. الحقيقة القرار هذا أنا نحاول نفهم منك، أنه المسألة بهذا الوضوح. طيب ليش ما داروها؟ أنا لا أجد أي مبرر لعملية لتعطيل إعادة النظر في القيمة الشرائية للدينار الليبي أو فيما يسمى بسعر الدولار. يعني كان من المفترض أن بعد صدور القرار من عام ونص أن الدولار يصبح يعني يتم يعني تنزيل سعره تدريجيا، بحيث أن في المرة القادمة يصبح 4 دينار وربع، وبعدها ب3 شهور أيضا 4 دينار، إلى أن نصل إلى سعر تعادلي أو سعر موازي للسوق. قد يصل الدولار إلى 2 دينار بدل هو 4.5. الآن طبعا مهما تزيد المرتبات الأسعار حتزيد، لأن إحنا ما عندناش في قانون التجاري رقم 23 الليبي لا ينص على ضبط الأسعار. ما فيش شيء اسمها تسعيرة وحرث بلدي. الأسعار تركت في القانون 23 التجاري للعرض والطلب. وبما أن السياسة النقدية خاطئة في ليبيا، سياسة ما يسمى بعرض النقود، كل سنة نزيدوا 20 مليار ندفوهم للمرتبات باش السوق يتعبى فلوس، وبالتالي التجار وخاصة الذين يسمون بالتجار وهم ليسوا تجار لأنهم ليسوا أمناء يزيدوا السعر. الآن الزيت قد وصل إلى 15 دينار نتيجة تكدس العملة الورقية في السوق. السوق الليبي لا يتحمل أكثر من 15 مليار، الآن يدور في السوق الليبي 40 مليار، وهذا طبعا خطأ. هذه جاي. سياسة نقدية واضح. سأعود إليك سيد وحيد الجبو، ابقى معي لو تكرمت. يخبرني الزملاء الكرام أنهم أمنوا لنا الاتصال الآن مع النشط السياسي عبد المنعم الجراي. مرحبا عبد المنعم، نحن نناقش هذه الحلقة مع الضيوف الكرام ونعرض للسادة المشاهدين إجابات عن السؤال العريض الذي افتتحنا به هذه الحلقة، وهو الذي أحيله إليك: كيف انعكس الصراع في ليبيا في السنوات السابقة على حياة المواطنين؟ تفضل منعم. تحية طيبة أخي طه لك ولضيوفك الكرام، وكذلك التحية موصولة لأبناء شعبنا في كل ربوع ليبيا. أمسية طيبة للجميع. حقيقة أخي طه، كتوصيف للنزاع المسلح الداخلي اللي حصل في ليبيا، هو حقيقة حالة من العنف والقتال والمواجهات بين أطراف عسكرية سياسيا واقتصاديا بطبيعة الحال. حتى وصل بنا الأمر يعني أصبحت هنالك هواجس ومخاوف أن يتحول هذا الأمر إلى حرب أهلية نرى مساويها ومثالبها على الواقع الليبي اليوم. حقيقة الصراع المسلح له أثار سلبية كبيرة جدا مع مرارتها اليوم يوم بعد يوم، وبالتالي هذا الصراع المسلح أثر سلبا على معيشة المواطن، لأن بطبيعة الحال يؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم تحقيق تنمية اقتصادية وازدهار.
ويؤثر على جانب على كل المستويات بدءا من السياسي والاقتصادي والإنساني والاجتماعي. رأيت أخي طه ورأى الجميع الليبيين الانقسام السياسي الذي حصل في السنوات الفارطة، ما أدى إلى انقسام البرلمان وإلى حكومات موازية، أثر ذلك على الاقتصاد الليبي بطبيعة الحال، منها العقوبات الدولية التي منعت ليبيا من استيراد العملة الصعبة الدولار بعد فجر ليبيا. هذا 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 حصل بعد نزاع مسلح عنيف على السلطة من أطراف عسكرية لا تريد قيام دولة مؤسسات وقانون وبناء جيش يوحد ليبيا بكامل. وبالتالي هذا الصراع المسلح أثر سلبا كما قلت حتى على الجانب الإنساني، وكانت هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان، وهنالك إفلات من العقاب من هؤلاء المجرمين. أيضا هذا النزاع أخي طه أثر سلبا على الجانب الاجتماعي، ما سبب شرخ اجتماعي كبير بين القبائل والمدن والقرى والأرياف وعلى حياة المواطنين. هو أنا سألت في البداية يا عبد المنعم، إنه هل بالإمكان تحييد المواطن اليوم وحياة المواطن وأساسيات المواطن الأساسية عن هذا الصراع؟ أم إنه المسألة تبدو مستحيلة؟ لا هو ليست مستحيلة، ولكن باعتبار أن المواطن جزء لا يتجزأ من تركيبة هذه الدولة وكيان هذه الدولة، ينبغي على المواطن أن يكون له دور ودور كبير جدا في 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 جعل حل لهذه الأزمة الليبية ولهذا الصراع المسلح. حقيقة نتمنى من الشعب الليبي أن يتحلى بثقافة وعلم ودراية، وأن يكون له موقف عبر مظاهرات. هل هو مستعد لها اليوم عبد المنعم؟ نعم، المواطن اليوم هل هو مستعد للقيام بهذه الأشياء؟ لا، هو بطبيعة الحال مش مستعد أخوي طه، أنت عارف، لأن منهك جراء تلك الصراعات والنزاعات المسلحة، وهو أصبح يعني يبحث عن قوت يومه بمرارة وبصعوبة. هذا واقع الأمر. ولكن ينبغي أن يتحول المواطن الليبي من تلك الحالة إلى حالة أخرى حتى يساهم، لأن الأطراف السياسية والأطراف العسكرية عرفت من أين يأكل القطف، وبالتالي لم تعد تلقي بالا لرأي الشارع الليبي. كيف بالإمكان خلق هذه الحالة؟ هو ضريبة عرض الحياة. واضح، وهذا السؤال الذي سنطرحه فيما تبقى من وقت. ابقى معنا عبد المنعم الجراي. نتحول إلى مدينة بنغازي مع الناشط جمال الفلاح، ونحن نحاول أن نأخذ إجابات سريعة من الضيوف الكرام حتى نعدل بينهم في الوقت، لأنه الحديث مهم جدا للإجابة عن السؤال الكبير، كيف انعكس الصراع في ليبيا على حياة المواطنين. تتحدث وتقول المشكلة في الطبقة. جمال، المشكل حقيقة في الطبقة السياسية أم هو في المنظومة العامة التي تجعل من الفساد حاضرا وتجعل من الرجل فاسدا، أم هو في المجتمع؟ لأنه هذه جدلية مهمة راهو، لأنه اللي في الطبقة فوق يا جمال هم انعكاس لمن هم في القاع، هم كانوا تحت، فهمت؟ المشكل وين بالضبط؟ صح، هو هي فعلا هي يعني معادلة صعبة جدا. إذا كان المسؤول هو ابن هذا المجتمع، والمسؤول هو فعلا يعني شخص يعني سيء وفاسد، لذلك نحن نستغرب منه فعلا. لذلك نحن قد في أوقات نحن نلوم في الشعب إن أصبح للفساد ثقافة. لذلك سيد طه، هي لن نستغرب بأن فعلا، ولكن غياب السلطة الحقيقية وغياب نزاهة السلطة الموجودة اليوم هو فعلا هو أثر حتى على المواطن. سيد طه، خلينا نحن نتحدث بمعنى بالمنطق العام، مش حتى المواطن يفهمنا. أول شيء، إذا كان السلطة السياسية الموجودة الآن هي من تهرب الوقود، أو بمعنى الموجودين في المشهد أو أصحاب ذا اللي عندهم نفوذ في السلطة أو في المشهد، زي ما سموهم زي ما شئتم، ولكن من يهرب في الوقود هم، من يهرب في البشر هم، من يتاجر في العملة الصعبة، شوفوا نفس الشيء، هذه الطبقة الموجودة الفاسدة. لذلك هذه الطبقة هي احتكرت كل شيء وسببت يعني حالة يعني من فقر للمواطن، والمواطن اليوم أصبح يتأثر بهذه. طبعا غياب المنظومة الأخلاقية للدولة أثرت في المواطن فعلا، انعكست سلبا على المواطن. واضح. لذلك سيطاها وحتى السلطة لما بتكون فاسدة بكل تأكيد بتأثر على سلوكيات المواطن. طيب، دعنا نحيي نفس السؤال إلى طارق. طيب، دعنا نستمع إلى إجابة من طارق محمود. تفضل طارق. هو شوف طه، انا بنجيب على نقطتين مهمات. إيه؟ النقطه الاولى، هل بالامكان نأي المواطن عن الصراع؟ مستحيل، لان يطاها بالمنطق
الآن الصراع صراع سياسي، الكل يبي يحقق مكاسب على الساحة، تحقيق المكاسب لا يأتي إلا عن طريق اختلاق أزمات تمس المواطن بشكل مباشر. فهمت علي؟ هذه جزئية مهمة جدا. طيب، ونقطة ثانية، لأن تحقيق النقطة الثانية كيف يتم الحسم من المشاكل. نحن الآن من 2019 و2020 22 ندور في فلك الانتخابات وغيرها. السياسات النقدية الإصلاحات أعتقد أن لا يتم الحسم إلا عن طريق إنهاء المراحل الانتقالية، لأن المراحل الانتقالية في جميع الدول هي سبب المشاكل. نحن إذا حسمنا موضوع المراحل الانتقالية صدقني خطاها سنحل الكثير من المشاكل. إجابة السؤال، أنا كنت أسأل عن المشكل في عمقه، أين يكمن؟ هل يكمن في الطبقة السياسية كما يرى ضيفي جمال الفلاح؟ والله أنا نأيد جمال الفلاح، لأن الطبقة السياسية هم الآن موجودين، هم الآن يسعوا أنهم يحققوا مكاسب عن طريق اختلاق الأزمات. يعني أنا نشك أن في كل أزمة الآن سيرة في المقابل لها أن يلهو المواطن عن مشكلة معينة، رفع الأسعار بشي، مشكلة يتغاضى عن مشكلة الكهرباء، مشكلة السيولة بعدين يقفل، يعني المشاكل مترابطة، وكل مشكلة الهدف منها إحداث أو افتعالة، الهدف منها تحقيق مكسب على طرف سياسي مقابل طرف آخر. جيد. وحيد الجبو من طرابلس، السيد وحيد، هل هناك أيادي تحاول أن شد الاقتصاد للخلف، شد حالة المواطنين للخلف، جعلها أصعب؟ هي الأزمة السياسية اللي موجودة، الأزمة الاقتصادية هي سببها الطبقة السياسية، ولكن ليس المقصود الطبقة الأساسية السياسية معناها اللي موجودة توا. يعني شين الطبقة السياسية اللي في 2005 و2010 كانت باهية، واللي في 2012 و15 باهية و17 و20، يعني كلهم زي بعضهم. والطبقة السياسية مقصود بها اللي هو البرلمان والدولة ومجلس الوزراء والوزراء وكل من هو يحمل صفة سياسي، هذو كلهم هم سبب الانقسام الاقتصادي. الانقسام الاقتصادي ما كانش موجود من يعني احنا لما نرجع للسبب، سبب الانقسام الامني، الانقسام الاقتصادي، التدهور الامني، التدهور الاقتصادي، هو في الاصل سببه الانقسام السياسي. والانقسام السياسي من داره السياسيين. فاذا الطبقه السياسيه هي المتهم رقم واحد في هذه المعادله. واضح، لان احنا في الاصل ما كانش عندنا مشكله اقتصاديه، كانت مؤسساتنا واحده، مصرف ليبيا كان واحد، مؤسسه ليبيا استثمار واحده، مؤسسه النفط واحده، الأموال تصب في وزارة المالية، في وزارة مالية واحدة. من الذي شرتع أو أقص يعني نقوله يعني قطع أوصال المؤسسات الاقتصادية؟ مش هم السياسيين لما عندما تصارعوا على السلطة وتصارعوا على المال. هذه نقطة. النقطة الثانية، الوضع الاقتصادي الآن لا يمكن إصلاحها بهذه الشعارات الجوفاء أو هذه الشعارات البراقة التي يعني هي في الحقيقة كلمة حق يرد بها باطل. هو أصلا اللي بيصلح الاقتصاد هل هو عنده شرعية؟ هم كلهم ما عندهم شرعية، وكلهم ضد الانتخابات، والشعب الليبي ما قالش كلمته. وأيضا حتى هناك ملامة لبعض الليبيين لأن هم ما شاركوش في الحياة السياسية أو ما ضغطوش على هذه الطبقة السياسية باش يعني أو باش يفرضوا الانتخابات أو إلى أو ما إلى ذلك. والحقيقة المجموعة الكبيرة كلها في قفص الاتهام، حتى المواطن حتى هو قصر في في في، والوطن أصبح بين الضياع. يعني ولهذا يجب أن يكون في المستقبل فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن الليبي، الآن الأسعار مرتفعة لأن زي ما قلت لحضرتك، يعني قلت لحضرتك أن الدولة لا تستطيع أن تمارس سياسة التسعير لأن القانون التجاري يريد تعديل، وهذا من بديرة البرلمان، والبرلمان صحيح. قاعد مش فاضي بالقانون التجاري، فاضي كيف يتصارع وكيف يأخذ 17,000 لكل واحد مرتبات. سنسألك عن أثار أثار الحرب الروسية الأوكرانية وكيف بالإمكان. لا أيوة أيضا إيه نعم حنجيك نعم. بس ابقى معي، هذا في النهاية، في النهاية ما زال عندنا وقت. سيد وحيد، إلى عبد المنعم الجراي، تتحدث عن ضرورة خلق حالة جديدة عبد المنعم لمحاولة التغيير، وتطالب المواطن بأن يكون له دور أكثر فاعلية. كيف بالإمكان خلق هذه الحالة اليوم؟ هو حقيقة أخي طه، استكمالا لما قيل، حالة الانسداد السياسي الحاصل الآن حتى مؤخرا بين الحكومتين، حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية الجديدة، هو نتيجة ماذا أخي طه؟ هو في حقيقة الأمر نتيجة صراع مسلح
حصل قبل سنوات نتجرع مرارته الآن. أيضا هنالك مخاوف وهواجس من انسداد من هذا الانسداد السياسي أنه سيؤثر سلبا حتى على وحدة التراب الليبي ويعني ماهية انعقاد البرلمان. أنت تعلم أخي طه أن البرلمان لم تنعقد الجلسات منذ أكثر من أسبوعين أو ثلاثة لإعطاء الفرصة للحكومة الجديدة بالدخول لطرابلس الممارس مهامها مع معارضة الحكومة الفارقة. الحالة التي ينبغي على المواطن الليبي والشارع الليبي في كل ربع ليبيا كما قلت سالفا هي هو وعي، هي ثقافة، هو مقارنتنا نحن كشعوب بالشعوب الأخرى، على الأقل حتى الشعوب القريبة منا، من حيث الثقافة السياسية ومن حيث الخروج للشوارع ومن حيث المطالب في كل ربوع الوطن، من حتى موضوع الانتخابات. أنا لدي مخاوف بطبيعة الحال أن هذا النزاع المسلح وهذه التهديدات من تلك المجاميع المسلحة أن حتى الانتخابات أخي طه لن تكون حتى بعد 6 أشهر أو حتى بعد سنة. وحتى لو حصلت انتخابات هنالك مخاوف وهواجس كبيرة جدا من نزاع مسلح من أطراف غير لن تقبل بنتيجة تلك الانتخابات. ونحن جربنا الآن، ومن جرب المجرب كان عقله مخرب. نحن الآن جربنا توافق ما بين أطراف ليبية لاقت عدم رضا ولاقت استهجان من أطراف عسكرية كادت أن تؤدي إلى حرب في المنطقة الغربية وإلى نزاع مسلح. وبالتالي أنا أطالب الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا بحالة من الوعي السياسي ومن الثقافة السياسية وبمقارنة وضعنا بالدول الأخرى حتى نخلق كيان سياسي أو شبابي أو ثقافي أو على مستوى ليبيا بالكامل يطالب بما يعني يبعدنا عن يكون في حالة وعي المسالب من الصراع المسلح. نعم. طيب شكرا لك عبد المنعم الجراي ناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة طبرق. نتحول الآن إلى مدينة بنغازي مع المهتم بالشأن السياسي جمال الفلاح. جمال، الآن فيما تبقى من وقت، هل نحن بإزاء مشاهدة حالة انسداد سياسي جديدة إن صح التعبير قد تعقد من الأمور أكثر؟ أنت قاعد تشوف في الصراع بين النواب والدولة على مسألة القاعدة الدستورية، بين حكومة دبيب وحكومة بشاغة على مسألة الاستلام والتسلم، فبالتالي نحن نعيد إنتاج ذات الفشل يبدو. نعم سيد طه، هو نفس السيناريو بتاع 2014 سيد طه، هو نفس الانقسام ونفس الانسداد ونفس المعاناة اليوم يقلقها لنا مجلس النواب بالتحديد. مجلس النواب هو فعلا هو من شكل هذه الحكومة، نفس ما شكل الحكومة المؤقتة وسبب في الانقسام السياسي وخلى المواطن الليبي اليوم يعاني. كل ما يهمهم هذه الأطراف بما فيها مجلس النواب ومجلس أعلى للدولة، كل ما يهمهم هم البقاء، حتى لو كان على خلق الأزمات، حتى لو كان على معاناة وكذلك على آلام الشعب الليبي، أهم شيء عندهم هم البقاء بأي وسيلة كانت. هذه الوسيلة إذا كانت وسيلة غير أخلاقية، وسيلة غير سوية، أهم شيء لديهم البقاء في السلطة. سيد طه، هذا المشهد هو حيرجعنا 2014. الدولار أصبح ب9 دينار، المعيشة أصبحت صعبة ولا في سيولة. لذلك نحن هل ننتظر فعلا أن هذا السيناريو اللي جربناه واللي نحن يعني تأذينا منه كثيرا أن اليوم يعودنا؟ لذلك أنا دائما ركز ودائما أحث المواطن الليبي، يا مواطن الليبي هذوما أقول لهم بالليبي وين ماشيين بينا، يا مواطن الليبي قولوا لهم وين ماشيين بينا، وين بتوصلونا، بس ونحن حنقول لكم تمام أو لا. غير قولونا وين تصلوا بينا، تصلوا بينا الانقسام، موجود الانقسام الى معاناه، المعاناه موجوده كل يوم نتجرعوا فيها، بتصلوا يعني بتصلوا بالمواطن الليبي انه هاجر فعلا وسيب يترك ليبيا. لذلك معضله ومشكله كبيره جدا اليوم يخلقها لنا مجلس النواب ومجلس الاعلى للدوله وبقائهم اكثر في السلطه، اهم شيء ضمان يضمنوا بقائهم في السلطه. لذلك ما يدفع في الثمن هم نحن المواطنين، من يدفع في الثمن اليوم مش لاقي كهرباء، من يدفع في الثمن نحن مش لاقيين سيوله، مش لاقيين بنزينة، مش لاقيين حتى قوت يومنا. اليوم سيطاها وبكل شفافيه، اليوم وحنا اليوم حتى مش ان نحن نشروا اشياء على النظام، مش قادرين، لقينا مرتبات كافيه، لقينا سيوله، والاسعار اليوم يعني ارتفعت بشكل رهيب جدا. فكيف بنعيشوا اذا الاسعار الاساسيه ارتفعت ما تجرأناش بنسبه اليوم. 60% مقارنه مع فبراير الماضي واحنا في 21. نعم سيد طه، للاسف ابقى معي، انا نبي ننتقل لطرابلس. طيب ننتقل لطرابلس مع وحيد الجبو الخبير الاقتصادي. أزمة غلاء الأسعار هي جزء يبدو من أزمة عالمية ولا لا؟ كيف بالإمكان
تقليل آثارها على الليبيين الآن. نعم، الحقيقة الكلام اللي تفضل به السيد جمال الفلاح مظبوط، يعني هم الآن بيوصلوك إلى مرحلة أنك أنت تطلع من ليبيا، ولكن للأسف مش 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 كل الناس تقدر، اللي حالته ميسرة هو التي ترك البلاد، ولكنهم هم طبعا يبونا نطلعوا من البلاد باش يقعدوا فيها هم. طيب. هؤلاء اللي 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 اللي, اللي عاتوا في الأرض فساد. فبالنسبة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية، هي طبعا روسيا وأوكرانيا يعتبروا من أهم الدول المنتجين للحبوب وللقمح، ولكن طبعا بالنسبة لما تقارن بليبيا، ليبيا 6 مليون أو 7 مليون مشكلتها بسيطة جدا، مش زي مصر، مصر 100 مليون تحتاج إلى كميات كبيرة من القمح، وبالتالي بالنسبة لليبيا يمكن أن يتم تعويض هذا النقص في حالة أن أوكرانيا وروسيا قد أقفلوا الباب في التصدير، ممكن استيرادها من دول أوروبا الشرقية، ممكن من أوروبا الغربية، ممكن من الأرجنتين، من الهند، هناك عديد الدول، وليبيا تحتاج إلى كميات بسيطة. أما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار في السلع وخاصة سلعة الدقيق، فهذا شيء خراب من الداخل ولا علاقة له بالمشكلة الأوكرانية الروسية. الروسية الأوكرانية لن تكون تأثيرها الآن، ممكن تأثيرها بعد 6 شهور. ليبيا فيها مخزون من القمح حسب ما ورد التصريح الصحفي لوزير الاقتصاد لمدة 6 شهور، ولكن انعدام القانون في ليبيا وضعف الدولة وضعف الأجهزة الأمنية والرقابية التي غير قادرة أن هي تتابع، وخاصة متابعة السماسرة وتجار السوق السوداء والمضاربين، يعني الحقيقة المضاربين الآن هناك فيهم من يعمل، اللي هم طبعا شوهوا التجار وشوهوا مهنة التجارة في ليبيا، مستعدين الآن يخفوا حتى الحليب في مضاربة باش لما يطلع في شهر رمضان يبيعوه ب7 جنيه، الآن هو وصل ب5 جنيه باش يزيدوا السعر. يعني إحنا في ليبيا في داخل دولتنا ما عندناش دولة قوية أو حكومة قوية سواء في الغرب وفي الشرق وفي الجنوب للقضاء على هؤلاء الجشعين المستغلين الذين يخفون قوت المواطن. ولا على وكلمة روسيا وأوكرانيا هذه لا علاقة لها، وهذا دجل وكذب، ما لهمش علاقة، الموضوع علاقة بيتأثر به العالم كله. أما ليبيا فمشكلتها داخلية، ليبيا لو يسود القانون وتكون هناك قوة أمنية كبيرة وقوة رقابية ودولة تطبق القانون لكانت السلع موجودة بأسعار أقل، بالإضافة إلى مشكلة إلى مصرف ليبيا المركزي، أنه هو بالفعل عليه أن يقوم بتحديد السياسة النقدية من جديد، ويقوم بتقوية الدينار الليبي وبتخفيض العملة الصعبة من 4.5 حتى يوصلها إلى 3 دينار بشكل تدريجي لكي يتحسن مستوى المعيشة في ليبيا ويصبح معقول. لكن الآن يعني قاعدين في هذا المنوال، ربما لما نزيد المرتبات لكن يبدو أنها خطوة تظل ناقصة، لأنه الأسعار اليوم هي تشبه الأسعار لما الدولار كان ب7 وكان ب8 دينار. نعم، حتى زيادة ما زيادة المرتبات أنا اعتبرتها حركة عاطفية، يعني إجراء عاطفي وليس إجراء علمي. الإجراء العلمي هو تقوية العملة المحلية، لأن إحنا في ليبيا لا وجود لنا في السوق الدولي، إحنا نستورد في كل شيء وما نصدروش إلا في سلعة واحدة اسمها النفط، ونستورد في حالة حوالي 1000 سلعة، منها السلعة الأساسية مش أقل من 30 أو 40 سلعة أساسية، وبالتالي إحنا شنو عندنا؟ إذا حياتنا في الدولار، لأن هو نستورد به في كل شيء. لو رفعت قيمة الدينار الليبي أمام الدولار حيصبح الدينار الليبي ليه تقدير. الآن الدينار الليبي لا يسوي شيء، يعني حتى يعني قطعة من العلكة صغيرة اللي كانت زمان من 20 سنة بقرش أصبحت ب50 قرش، يعني شوف الانهيار التام للقوة الشرائية للدينار الليبي. الموضوع كبير يعني، ويحتاج إلى علاج عاجل، ويحتاج إلى تقوية العملة المحلية، وإلا حيصبح مصيرنا زي ما حصل في فنزويلا. طيب ابقى معنا سيد وحيد. فنزويلا تشفت الأموال ملوحة في الشارع، إيه صحيح، معاش لها قيمة. صحيح. هذه ممكن نصلها، لابد أن تكون الدولة صحيح. قوية في ضرب اليد العابتين، وهذا ما يسمى بالتضخم. الآن كيف من أين يجب أن نبدأ لإحداث التغيير؟ وهذا السؤال الختامي، دقيقة مع طارق. بالنسبة للحسم، نحن نقول لك شيء مهم جدا، الآن الصراع السياسي على له تأثير شامل على جميع مناحي الحياة، دون وجود قاعدة دستورية، دون وجود دستور تحسن فيه المشاكل القانونية المشاكل الاقتصادية، لن يكون هناك حل للمشاكل الاقتصادية الآن يتعرض لها المواطن. البلد الآن منهك، ما فيش إمكان أن نحن نديروا حل فيه.
كل شيء منهار. طيب. الان دستوري ضعيف، انتخابات على اسرع في اسرع وقت ممكن. طيب. لربما نصل عن طريقها الى حل. نفس السؤال للسيد جمال الفلاح. نعم سيد طه، عيد السؤال لو تكرمت. من اين يجب ان نبدا؟ كيف يمكن ان نبدا خطوات عمليه لاحداث التغيير؟ نعم، واذا كان نحن نبغى التغيير ونبدا، يجب نديروا ازاله شامله لما الموجود اليوم في السلطه وفي المشهد السياسي، سواء متجذرين في 2011 موجود. اذا كان نحن نريد فعلا الخلاص، يعني نريد المضي قدما الى بناء الدوله، يجب التخلص من هذه الطبقه، لان هذه الطبقه هي المتحكمه اليوم في مصير الشعب الليبي، وهي من تتاجر في العمله الصعبه، وهي من تتاجر في معاناته، وهي من تخلق الازمات المواطن، ولذلك هي اصبحت اليوم يعني تضخم في ثرواتها على حساب معاناه المواطن. لذلك الحل هو فعلا هو المضي قدما الى نحو الانتخابات سيد طه، لا بديل بصراحه عن ولا تفريط في الانتخابات. يجب الانتخابات القادمه ان تكون في وقت قريب جدا، انتخابات برلمانيه ورئاسيه، حتى نتخلص من هذه الطبقه، لان الطبقه السياسيه الموجوده الان في السلطه سيد طه اصبحت يعني ذو نفوذ، وكذلك اصبحت متجذره في الدوله، واصبحت اليوم أصبحت تزيد لديها حتى لوبيات كبيرة من الفساد والفاسدين وتهريب الأموال وغيرها والمشاريع، لذلك من الصعب الخلاص منها. أشكركم جزيلا ضيوفي الكرام، سيد جمال الفلاح الناشط المدني كنت معنا من مدينة بنغازي، الأستاذ وحيد الجبو الخبير الاقتصادي كان معنا من مدينة طرابلس، وأيضا المهتم بالشأن السياسي سيد طارق محمود كان معنا بالصوت والصورة من مدينة البيضاء. كما أجدد شكرا عبد المنعم الجراي الناشط السياسي كان معنا عبر الهاتف من مدينة البيضاء في حوار حول انعكاس الصراع في ليبيا على حياة المواطنين بشكل مباشر، لماذا وكيف بالإمكان إحداث التغيير. وصلنا للختام، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.